اذا ودك يا عبد الرحمن تسمح لنا على سالفه الخيره. ذكرت سالفه كنا عشان امك صديقت امك يعني تعزز لي يعني أمك صديقة أمك يعني تكلم لا يعني أتمسك أسلم أقول لك مش طول العمر السلامة جاك الكرك مع معجب هذا واحد حلو هذا لك هذا المعجب كان فعلا يقول في كل أمر له خيرة حلو في العافية ف يعني العالم انزعجت منه خيرة كل شوي خيرة فانقطع له أصبع حلو وش قال خيرة. طبعا تكلموا معه يوم شافوه كذا خلاص طفشوا منه وملوا. فلعله هام في الصحراء وكذا فجاء عند قوم حلو جاء عند قوم يعني كيف اقول لك؟ يبون يذبحون. ما ادري هو ربهم او شيء زي كذا من هذا القبيل فهمت؟ فهم عندهم في اعتقادهم وشو؟ احمد ما يذبحون رجال في عيب. او انسان فيه عيب مثلا قاطع فيه كسر ما يذبحون والله اني صبيتك فهمت علي يوم جو عنده وشافوا اصبعه مقطوع ردوه خلاص وعفوا عنه قال خير فهمت علي قال خير فهي اسباب الخيره كلا هاي من اسبابها الكثيره الخيره في كل شيء اي بالله خيره مختار الله الخيره في كل شيء انا قد حسيت يا مرحبا يا ابو حنوفي 20 مليون موقف ولا ذكر